اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا كلنا تابعنا امبارح وشفنا احتفاليه الدوري الجميله ومراسم تسليم درع الدوري الثاني والاربعين للنادي الاهلي، وطبعا اللقب الخامس على التوالي. النادي الاهلي طبعا حسم الدوري من بدري جدا الحقيقه، بس يعني الاهم ان الاهلي كان مركز عليه الفتره اللي جايه، الفتره دي تحديدا يعني بطبيعه الحال هو الانتصار الافريقي اللي كلنا بنتطلع ليه. هنتكلم مع حضراتكم عن الاداء وعن الدوري وكمان عن الاستعداد لنهائي افريقيا مع ضيفنا العزيز كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك، منورنا يا فندم. صباح الخير يا كابتن، وده بيتك، حضرتك مش ضيف يعني، جيت بيتك برنامج بس يمكن مختلف شويه، لكن دي تاني مره حضرتك تنورنا وسعداء بيك. ونبدا بقى كده، وفكره هنا حصولنا على اللقب من بدري، البعض قد يرى ان الفكره هنا ان الاهلي يعني ما كانش عنده منافس، بعض قد يرى لا هو الاهلي لعب كويس جدا، والبعض الاخر بيشوف ان الاثنين معا. حضرتك شايف حصولنا على اللقب بهذه السرعه وكان اداء اكثر من رائع بصراحه رغم كل الاصابات والغيابات اللي احنا بنتكلم عنها والتغيير الفني اللي احنا شفناه، يرجع لايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الكورة والرياضة وكل حاجة، شفنا المنظر الجميل الرائع، صحيح، مؤمن مع رئيس النادي مع مجلس الإدارة، المشاعر الجميلة جميلة. دي هي ده، هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي بيجيب انتصارات للنادي الأهلي، صح، العيلة والأسرة، الانفعالات ديت والأحاسيس دي لا تقدر. ده ابن من أولاد النادي، النادي الأهلي اللي يمكن يسيبه عقده بالكامل بيتاخد، والنادي الاهلي اللي يمكن لا هيسيبه لا هو ولا اسرته. وطبعا احنا شفنا فتحي والحاجات المؤثره، الى جانب طبعا المبارزه اللي حضرتك تفضلتي، حاجه طبعا ختام اكتر من رائع، حاجه فنيه على اعلى مستوى، راجل كل يوم بيحط بصمه، صح، كل يوم بيقول انا موجود، انا عندي ذخيره من اللعيبه اصحاب الموهبه. لو تشوفي حضرتك امبارح المباراة كلها لمسة واحدة، لمستين، محدش بيعمل الكلام ده إلا برشلونة، أندية كبيرة اللي بتتميز بالعناصر لكل المنظومة وكل الفريق عنده الملكة إنه ممكن يلعب من لمسة ومن لمستين، بيبدأ الهجمة من تحت. الحاجات دي كلها حاجات فنية، الجمهور بتاع الدرجة الثالثة، جمهورنا الكبير في مصر يعرف قيمة لعيبة النادي الأهلي، عندها من المقدرة إنه يلعب في أي حتة في العالم ويحترف في اي حته في العالم لو اتيح له الفرصه، انه هناك وكيل يوديه للمكان لبرشلونه لا يقل عن برشلونه. امبارح سيمفونيه ما بين المدرب وما بين اللعيب، شفنا قد ايه المدير الفني وهو بيستقبل وليد سليمان وهو طالع، طبعا تحسي بالحب الشديد قوي. ده الراجل بقالوش اسبوعين ثلاثه، ومع ذلك الحب ده بينعكس على الاداء في الملعب. طبعا طول ما في حب، يعني انا بتفق مع حضرتك في النقطه دي جدا، نفسيه اللاعب مهما كان محترف برضه النفسيه بتفرق جدا، ده على كل الاصعده، يعني لازم كمان الشخص يبقى مرتاح نفسيا وهو بيشتغل وهو بيأدي وهو بيتدرب وهو بيلعب ماتش وبيحصل على بطوله. يعني انا بتفق مع حضرتك جدا، برافو عليك، لان هو انت بتشوف حضرتك لعيب يبقى اخر الماتش تعبان جدا وبعدين بيروح جايب هدف، بيعمل ايه؟ بيعمل سبرنت 100 متر، هو كان تعبان من دقيقه. الجانب النفسي ده وفرحه الجماهير وفرحه زمايله كلهم بيجروا عليه، ايوه، بعد ما كان خلاص مش قادر، ده بيورينا ان زي ما حضرتك تفضلتي الحته النفسيه مهمه جدا جدا جدا. المدرب الشاطر هو اللي بيخلي لاعبته تبقى مقتنعه وهي بتادي، وفي نفس الوقت بتادي بحب، بتادي باستمتاع. انا ممكن جدا اشتغل مثلا في مهنه نجاره، سباك، اي حاجه ممكن اشتغلها روتيني، لو انا بحب مهنتي ابتدي اعمل الابداع فيها. وكذلك لعيب الكوره، المدرب بيديله برواز، هو بيشتغل جوه البرواز، البرواز ده بقى ايه؟ ان انا يعني احط بقى لمساتي الجميله، اعمل لمسه ولعبه، اتحرك في الطريقه المناسبه. شفنا اللعيبه قد ايه حبهم لبعض، شفنا اللعيبه البدلاء او مش البدلاء يعني الفريق كله، يعني حتى اللي قاعدين في المدرج كلهم لحمه واحده، كلهم قلب واحد. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اسره، والله العظيم ما بتكلم، لا والله كلنا عشاعرين بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده، اصل حقيقي. العالم كله هتلاقي الانديه اللي هي اسره واحده دي قليلين جدا. يعني نادي برشلونه زينا عندنا كده، قلت على ابراهيموفيتش مش كده؟ ما عمرش ليه برشلونه؟ ليه ما عمرش؟ كل اللعيبه عندهم عربيه واحده، ماركه واحده، النادي علشان ما يبقاش فيه يعني في اختلاف، هو الوحيد اللي صمم
انه يبقى راكب عربيه مختلفه عنه اخر سنه ومش ليه؟ لانه يعني الحته اللي فيها التواضع وفيها الاسره كلنا في النادي الاهلي متربيين على انه احنا اسره واحده، ما فيش في بينا كبير وصغير، تلاقي كبير يقول لي ولد صغير يا كابتن. طالما حضرتك فتحت باب الكلام عن استقبال موسيماني للعيبه وهي خارجه يعني بعد التبديلات اللي حصلت ومع نهايه المباراه، برضو من اللقطات اللي كانت ملفته جدا للنظر لقطه خروج احمد حسن وانهائه لمشوار حافل بالعطاء وحافل بالنجاحات مع عفوا احمد فتحي، انا اسف احمد فتحي، ويعني كانت لقطه مميزه جدا جدا، وبرضو كان تاتش لطيف جدا هو لغايه اخر لحظه مع مشواره مع النادي الاهلي محتفظ باشاره الكابتن، ودي برضو اكيد نقطه تتحسب للنادي الاهلي اللي خلاه يلعب لغايه اخر لحظه فعلا واستمر ككابتن للفريق. شفت اللقطه دي ازاي وخصوصا ان هي انتهت باستقبال موسيماني دي بالاحضان؟ ده هي بتساوي وفاء، بتساوي وفاء وامانه وحب الولد اللاعب الكبير ده، اللاعب العظيم. انا كنت من اشد المعارضين ان هو يمشي، لانه انا الراجل ده من الكباتن القليلين جدا في تاريخ مصر اللي هيبقى يعني حاجه رائعه جدا. قد ايه هو كابتن ومحبوب جدا من زمايله، ودي عمليه بتبقى يعني شقين، يعني انا بخاف منك وبحبك. في حته الكابتن دي انا ببقى بحترمك جدا وبحبك جدا، بس برضو لما هتقول لي حاجه في الملعب انا هنفذها. فالحتتين دول المنظر بتاعه وخارج الحقيقه هو ده النادي الاهلي. الكل من حتى العمال، شفت العمال بتحضنه ازاي؟ طبعا طبعا، يعني مش زمايله بس، اصل هو تاريخ فعلا مع النادي الاهلي، يعني بعيدا عن امكانياته بعيدا عن تميزه كلاعب، هو كمان ليه يعني ايادي بيضاء مع النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي برضو طبعا يعني طبعا. ما النادي الاهلي بيضيف لاحمد، احمد كان قبل كده بيلعب في الاسماعيلي ولعب في اكتر من نادي وراح قطر، لكن لما جه النادي الاهلي، النادي الاهلي اعتبر وهو اعتبر نفسه من ولاد النادي اللي هو الاهلي اللي هم متربيين في بين جدران النادي الاهلي. هو النادي الاهلي طبعا اداله الاسم والشهره والمنتخب والاحتراف بره، وفي نفس الوقت احمد من ضمن الاسماء اللي هتبقى في يوم من الايام كوادر من الكوادر الكبيره قوي في النادي الاهلي، يعني هيروح بيراميدز سنه اثنين، لكن هو خرج من الباب الكبير، يعني خرج من الباب طبعًا اللي فيه طبعًا احترام. وده برضو بيدل على ان احمد فتحي بيساوي رجل محترم لاخر ثانيه بيلعب. امبارح ما فيش غلطه، ما فيش تمريره غلط، ما فيش التحام نص نص. ده ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كان ممكن واحد تاني يقول لك انا ماشي بقى خلاص مش مشكله، ايه اللي العب ليه؟ انما ده راجل ما يعرفش يهزر، يعرف ان كل عمله فيه اتقان، كل عمله فيه احتراف. هو طبعا انا علاقتي بيه علاقه فوق الممتازه، وانا اعرف ان احمد تربيته متربي صح، وجوه النادي الاهلي من اول اصغر عامل لرئيس النادي كلهم بيحترموه. شفنا كابتن خطيب لما بيطبطب عليه وهو بياخد الدرع، حاجه كانت طبعا من الحاجات الملفته جدا. برضه طبعا شفنا مؤمن وزوجته واقفه معاه ازاي، والوفاء، وشفت السعادة اللي على وشه وهو بيضحك، دي تسوى ايه؟ ان احنا بندخل الفرحة في قلبه، ومصر كلها بتعمل موضوع الودان طبعا. لا امبارح بصراحة كانت ليلة مفعمة بالمشاعر بالمعنى الحرفي، في حالة حب كده كانت مغلفة اجواء المباراة، والاجوال كمان شوف الاجوال، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك كمان الحلاوة مع الأداء، يعني نتيجة مع الأداء مع الحلاوة مع المشاعر الطيبة مع المشاعر الجميله. كان في استمتاع، يعني مش لا ماتش لا لا لا. عادي ومباراه عاديه، سيمفونيه والله. حقيقي انا بتفق مع حضرتك، ومؤخرا كمان مش المباراه دي لا، يعني مؤخرا بقينا نستمتع حقيقي بالمباراه اللي بنشوفها، في اداء جميل وفي جوال حلوه ودقائق اولى، يعني حاجه كده بتحمسنا من اول المباراه لما بتبدا. يعني تعرف حضرتك صح قوي ان فريق يفضل 90 دقيقه او نقول 96 دقيقه بيلعب ملتزم باللمسه واللمسه ولعب، دي عملية صعبة جدا، انك انت يفضل تركيزك طول الفترة دي، تركيزك ما بيهتزش. جماعة في علم النفس يقول لك ان بعد ساعتين التركيز بيقل، عشان كده الاجتماعات دايما بتبقى لا تتجاوز الساعتين. فامبارح التركيز العالي جدا صحيح مع الإصرار على امتاع الناس، انت بتمتع الناس، والكرة اتعملت عشان كده على فكرة، صح، مش عشان بطولة، اتعملت علشان تمتع الناس الجمهور الكبير. وهي ليها عشاق زي ما بيقول.
طبعا بطبيعه الحال ما ينفعش ما نتكلمش عن موسيماني اللي فتره زمنيه قصيره جدا، وبرضه خليني هقول لحضرتك بعيدا عن امكانياته كمدرب، بعيدا عن تاريخه اللي طبعا مشرف ومليء بالانجازات، انا بتكلم على الصعيد الشخصي والانساني، عنده كاريزما كده معينه تحسها حتى في رد فعل كل اللعيبه لما يعني بيحصل ما بينهم اي لقاء، يعني وكان في عشره عمر ما بينه وما بين اللعيبه، ومشاعر صادقه مش محاوله كسب فعلا المدير الفني. والله يعني انا حاسس ان الراجل ده اتولد في عابدين. صح كده من ده اتولد في عابدين في مصر، وبعدين راح جنوب افريقيا في شنطه ولا حاجه اعاره، راح اعاره فتره. بجد بجد لا تحس انه مشاعره، احنا الشعب المصري شعب جميل وعاطفي جدا، يعني احنا عندنا احاسيس عاليه جدا، يعني ممكن تقول لي واحد كلمه طيبه يعني يشيلك فوق دماغه. انا حاسس ان الراجل ده فعلا عنده المشاعر دي، عشان كده دخل قلوب اللعيبه وقلوب الجماهير والاعلام حتى طبعا بشكل سهل وسلس، وعمليه صعبه جدا انك تقنع 30 لعيب انك انتوا كل انه يعني بالحب ده ليهم كلهم في فتره قليله، دي حاجه معجزه، دي حقيقه. الحاجه الثانيه طبعا الاقناع، ان انا لما اقول لك اتحرك في المكان ده او اعمل في المكان ده او العب اللمسه ولعبه او ابدا من تحت وما يهمكش، وبعدين برضو تحس ان هو عمليه الصواب والعقاب بيعملها بطريقه ما فيش حد يحس بيها، اللي يحس بيها راجل اشتغل في المهنه دي. فواحد غلط غلطه كده تبص تلاقيه في فتره من فترات تروح شايله. عمل حاجه برضو، يعني انا كنت في فتره من اربع خمس ايام كنت في قناه الاهلي، وتوقعت انه هيدي كهربا الماتش كله وهيدي وليد الماتش كله او اغلبه، محمود وحيد هيديله الماتش كله، في بعض العناصر لازم هيديلها الماتش كله. ليه؟ لانه بيجهزهم للنهائي. فتلاقي كهربا بيلعب الاخر ما خرجوش، وليد سليمان خرجوا اخر يمكن 7-8 دقائق، محمود وحيد، بحيث ان عندك البديل فتحي مشي مش هيقدر يلعب باك ليفت تاني. فبرضه الى جانب الراجل العواطف والكلام اللي انا لحضرتك اتكلمتوا فيها وانا اتكلمت فيها، الجانب الفني والجانب التحضيري احترافي بصراحه بيعملوا على اعلى مستوى. صح. يعني انا توقعت، انا بشتغل في مهنه التدريب بقالي فتره كبيره، الراجل ده فعلا بيشتغل بحرفيه عاليه جدا، يعني انا توقعت ان هو لازم هيعمل كده، وفعلا كهرباء الماتش كله، محمود وحيد الماتش كله. ليه؟ بيجهزهم للماتش اللي جاي بحيث ان يبقى دكه البدلاء فيهاش اصابات. برضو عجبني في تصريحه انه الماتش اللي جاي الفتره طويله لسه يوم 26 يوم تقريبا، هيحاول يحافظ على اللعيبه فنيا وبدنيا ومن جميع النواحي بحيث ما يبقاش فيه اصابات، ويتجنب اي نوع من انواع الضغوط طبعا، يعني يكون هناك اصابات او اي حاجه من الحاجات دي، مع يعني فعلا بيحضر ومذاكر، عارف التلميذ اللي مذاكر ومذاكر طبعا الفريق والفرق الثانيه يعني. والفكره كمان خليني اقول لحضرتك على حاجه، اعتماده على الناشئين دي نقطه كمان تحسب ليه بشكل كبير عليك يعني. برافو عليك برافو عليك. انت عارفه انا برضو كنت معاكم هنا وقلت في ماتش البيراميدز، ماتش مهم جدا، ولعب 2 ناشئين في الماتش، على الرغم ان احنا كنا ناقصين وعندنا بنالتي وعندنا طرد وعندنا، ومع ذلك دفع ب2 من الناشئين. ده معناها بلغتنا ان الراجل ده قلبه ميت، يعني عنده ثقه في لعيبته، والثقه دي بيمنحها للعيب، انزل وما تخافش وانا اللي هشيل مش انت. امبارح دفع يمكن ب3 لاعبين ناشئين، وفي ناس يعني احمد شكري يمكن اول مره، العربي، يعني الثلاثة الحقيقة أدوا أداء رائع جدا، ودول بيعتبروا ذخيرة للنادي، بس برضه بيدي رسالة لقطاع الناشئين، من فضلكم اشتغلوا عشان أنا ممكن آخد في أي وقت أسحب حد منهم. صح. الحركة دي أصلا في حد ذاتها بتدي قد إيه بقى دافع نفسي إيجابي للقطاع بتاع الناشئين، يعني كل المدربين هتشتغل. أنا شايفة بجد الراجل ده متفقة مع يعني بالتالي كلنا متفقين كأهلاوية على إن الراجل ده متميز. وكمان آخر حاجة لو هنتكلم بس عن موسيماني عشان ننتقل لنقطة تانية، فكرة كمان إن هو يشكر الجهاز الفني اللي قبل كده، وإن هو يقول هو كمل المسيرة، فدي حاجة برضو ما بنشوفهاش كتير، يعني الكثير بيجي يلغي اللي قبليه، فلا بالعكس هو
اشاد بدور رافايلر وبعدين كمل على النجاحات اللي وصل ليها الاهلي. برافو عليك والله. ده نوع برضه من الوفاء، ده نوع من الوفاء ونوع من ان انا وشخص محترم، ده دليل على ان هو شخص محترم يعني وعنده ثقه كافيه جدا. متواضع. تعرف حضرتك لما تكون انا متواضع ادي لكل واحد حقه. الراجل فايلر عمل خد الدوري، انا جيت بكمل المشوار بتاعه، لا يمكن ان انا انسب الفضل ليا. الفضل طبعا. هو اصلا طبعا. كله للنادي، القطاع للاداره بتاعت النادي، الجهاز الفني السابق، انا جيت كملت مشوار ولسه هكمل الباقي. الحاجه برضو اللي عجبتني جدا، مبسوط هو قوي من التتويج امبارح، بس قال حاجه واحده ناقصاني، ان يبقى فيه جمهور. نقطه كانت عظيمه. انا زعلان جدا وحزين جدا ان المدرج ما كانش يبقى مليان، ده هيبقى بيطفي طبعا حاجه تانية، منظر تاني وطعم تاني خالص طبعا للتتويج. يا رب يا رب. عايزين بقى نروح لحضرتك ننتقل للملف الافريقي، وهل مساله تاجيل المباراه النهائيه اليوم 27 دي ممكن تكون حاجه كويسه ولا مش كويسه قوي بالنسبه للنادي الاهلي؟ شوف انا ما اي حاجه ربنا بيبعتها انا بتوقع انها خير. والله ما اعتراض، مش قصدي حاجه ونعمه بالله. لا 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 اقول لك، انا بكلمك على فكره ان انا هكمل اهو، عارف المكنه دايره اهي. لا ما هو في عندك ناس بيتجهزوا، في عندك اصابات معينه، يعني رامي ربيع هنبقى محتاجينه جدا. فبدل ما استعجل عليه، محمود وحيد وكهربا لازم يعني، ورامي طبعا في مركز حساس جدا. في احنا شفنا امبارح ايمن اشرف في الاخر جاله كرامب في العضله الخلفيه، لو الماتش كمان اربع خمس ايام كان يقدر يؤدي، فدي برضو حاجه تعتبر زي ما انا برضو قلت وعسى ان تكرهوا شيئا. فايلر لما جه مشي كان خير ولا شر؟ اعتقد انا من وجهه نظري انه كان خير، وخير وخير جدا. الراجل ما كانش مركز، بيعمل حاجات غريبه في الفرقه، بيلعب بيغير طريقه وطعم ولون فانيله النادي الاهلي من حيث الاداء ومن حيث الروح. انه الراجل يمشي ويصر انه يمشي في الوقت ده، واداره النادي يعني تفكر بطريقه موضوعيه وتجيب الراجل ده، راجل عنده خبرات وعنده خلفيه عن النادي الاهلي والفرق الاخرى، مفيش شك ان ده كان خير. وبرده التاجيل ده برده هيبقى خير، ان انا عندي لعيبه، رامي طبعا لما يخش يبقى مفيد جدا، محمود وحيد وكهربا وكل الناس اللي هي بتتجهز، وليد سليمان لما يتجهز هتخش بكل قوتك في الماتش اللي جاي ده، لان الماتش ده ماتش واحد، ما فيش ماتش تاني، وبالتالي دكه البدلاء هتفرق قوي معاك في الماتش ده، انك انت بتغير في طريقه اللعب، انت بتلعب بطريقه معينه، وممكن جدا الولاد اللي قاعدين بره ممكن جدا يضيفوا لك حاجات قويه جدا من خلال الاداء في التسعين دقيقه. فهو انا معاك، لو انت الفرقه كلها مفيش اصابات وكده، كان يبقى عمليه انك انت بتلعب السيمي فاينل وبتلعب الفاينل على طول كانت هتبقى احسن لنا. لكن طالما عندنا اصابات، واصابات في اماكن يعني قلبي الدفاع دول عمليه مهمه جدا، فرامي هيبقى اضافه، وطبعا محمود وحيد امبارح شفناه ما شاء الله، يعني تقريبا قريب من علي معلول، قريب. كهربا امبارح انا شفت درجه السرعه بتاعته، ما كانش فيه السرعه دي، يعني السبرنتات اللي بيعملها، اولا امبارح جايب جول حلو قوي، صحيح، وعامل جول حلو قوي لوليد سليمان، هو اللي عامله يعني التمريره عاملها له جوه 18 جول، فبقى بيعمل اهداف وبيجيب اهداف، فدي كلها عناصر بتضاف. الفتره اللي جايه 26 يوم اعتقد انه هتبقى فتره كمان مهمه جدا برضو، عشان الناس تبقى عارفه المدير الفني مش بينزل يمرن وبس، لا بيبقى قاعد بره وعنده من الادوات والاجهزه اللي معاه، بيجيبوا الفرقتين الزمالك والرجاء اللي احنا هنلاعبهم، بيعمل ايه؟ بيقول انت حضرتك بتلعبي باك رايت، اللي هيلعب عليك الوينج ليفت، ميزاته ايه؟ بيخش لجوه ولا لبره؟ بيشوط ولا ما بيشوطش؟ فياخد كل لعيب يبتدي يحفظه، لعيب الزمالك اللي هيلعب ضدك انا اتوقع فلان، فريق الرجاء بيتميز بكذا، فيفضل هيبقى عنده الوقت انه يحفظ اللعيبه كل صغيره وكبيره على الفرقتين اللي هو لاعب، بحيث ان لو الرجاء كسب او الزمالك كسب يبقى عنده اللعيب عنده خلفيه عن الخصم. طب احنا هنختم لان الفقر للاسف خلصت، بس هختم مع حضرتك بسؤال من الافضل لينا، ان احنا نواجه الرجاء ولا الزمالك في النهائي؟ من وجهه نظر حضرتك سريعا.
لا هو سريعا انا النادي الاهلي اقابل اي حد. انا لو اقابل اي تيم في العالم انا الماتش ده شايف ان مش هتفرق. لا 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 مش هتفرق مع الاداء اللي انا شايفه ده. الاداء ده اي فرقه هتلعب النادي الاهلي هتتعب جدا. حلو. ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا رب نامل باذن الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نلتقي على خير قريب جدا باذن الله.